ماذا يحدث؟ في ميامي تميل طائرة تزن 125 طنا فجأة نحو الأعلى أثناء الإقلاع. لا، قد يكون وزن الحمول على الطائرة قد أثر في التحكم في الميلان بهذه الطائرة. عندما تتحطم طائرة ركاب مزدحمة فإنها تظهر أن المسافرين في خطر كل يوم. كانت تبدو منخفضة عندما بدأت بالإقلاع. كان من الصعب إغلاق الباب لأن العمال ظنوا أن الحقائب ستخرج منه. وطائرة كبيرة محملة بعربات مصفحة، وجه المقدمة نحو الأسفل، أنا أحاول، تسقط بغموض من السماء. يا للهول، هل تحركت إحدى تلك العربات؟ إذا تحركت الحمولة فسينتهي الأمر بك بمشكلة بالميلان. أجبرت ثلاث طائرات بحمولات خطرة المحققين على تفحص كل الحسابات. نعرف ما يجب أن نفعل، لكننا لا نفعل ذلك ببساطة. السابع من أغسطس عام 97، تستعد رحلة شحن فاين اير 101 للطيران من ميامي فلوريدا إلى جمهورية الدومينيكان. إلى فاين اير 101، يسمح لك بالذهاب إلى سانتا دومينغو، أين تركون؟ الكابتن باتريك تومسون هو جندي مارين سابق وطيار متمرس متخصص برحلات الشحن. 14.07 على جهاز النداء، ونحن في الزاوية الشمالية الشرقية. سيكون المساعد الأول ستيف بيتروسكي هو الطيار في هذه الرحلة. الأمور جيدة في الخارج. حسناً، شكراً لك. أتى مهندس الرحلة غلين ميلينغتون لتوه من جولته في الأرجاء، ما زال عليه أن يتفقد الحمولة. هل ما زال العنبر مفتوحاً؟ أجل، سأعود وأتفقد ماذا يحدث. فاينير هي أكبر شركة نقل جوي تطير من ميامي وإليها، وهي مركز رئيسي يتوسع بالطراد. ميامي ديد، وحرفياً كل منطقة فلوريدا الجنوبية، كانت في التسعينيات قمة النشاط. كان هناك ازدهار اقتصادي كبير بسبب التجارة مع أمريكا اللاتينية. يبلغ زمن مسار اليوم إلى سانتا دومينغو 2:10 باتجاه جنوب شرقي ما فوق المحيط الأطلسي. في عنبر الطائرة يتفحص ميلينغتون الحمولة ليتأكد إن كانت ألواح التحميل ثابتة. يبدو أننا جاهزون. تحمل دي سي 8 أكثر من 39 طناً ونصف طن من القماش. مرحباً. حمولة ثمينة لدرجة أنها تحتاج إلى مرافقة أمنية. في 12:30 ظهراً سارت الرحلة 101 نحو مدرجها. إلى فاين اير 101، وجهة الطيران 270، يسمح لك بالإقلاع. يسمح بالإقلاع، 270، فاين اير 101 محملة. المحركات الأربعة تدور باستقرار. طاقة قصوى؟ حسناً، نقترب من 60 عقدة. جرى تعيين الدفع. 80. يسير الإقلاع بسلاسة. سرعة حرجة، ارفع المقدمة. مهلا. فجأة تميل المقدمة نحو الأعلى. شيء ما ليس على ما يرام. تنبه الموجه الجوي لما يراه. ماذا يحدث؟ مهلا. يكافح طاقم الطائرة للسيطرة عليها. بلا فائدة. منخفض جدا، تضاريس أرضية. ماذا يحدث؟ ارتفع. لا، هناك طائرة متحطمة بين الشارعين 72 و25، يجب أن تحضروا كل شيء لأنها متحطمة وسط الطريق. إنه أسوأ ما قد يحدث، تحطمت طائرة في وسط ميامي. على الجميع التراجع كل مسافة الرصيف، كل المسافة. شهد الكارثة مئات الأشخاص.
رأيت الطائرة آتية باتجاهي. عندما عبرت إحدى الطرق السريعة، كانت إشارة المرور حمراء بالصدفة، فتمكنت من عبور الطريق السريع من دون خسارة كبيرة بالأرواح. جرى تأكيد موت الطاقم الثلاثي الأفراد وحرس الأمن على متنها، وضحية أخرى على الأرض في سيارته المركونة. هرع المجلس الوطني لسلامة النقل في واشنطن وفريق طوارئه إلى ميامي. يترأس الطيار الحربي السابق بوب بنزن فريق التحقيق. حول أكثر من 21 طنا من وقود طيران الطائرة إلى كتلة من الحطام المحترق. لم يتبقى الكثير من الأجزاء الكبيرة، وكانت المحركات سهلة التعرف وربما بعض القطع من الذيل، ولكن الباقي كان محترقا. كان بوب متلهفا ليحصل على البيانات من مسجلات صندوق الطائرة الأسود. لقد حصلنا على الصندوقين، عمل جيد. جرى إرسالها إلى واشنطن للتحليل. وأثناء انتظار المحققين لبيانات الرحلة، أعطتهم شهادة من الموجه الجوي للطائرة تلميحا فوريا. مباشرة بعد الإقلاع ارتفعت المقدمة للأعلى بشدة، كنت أستطيع رؤية أطراف الأجنحة. عرفنا بفضل ذلك باكرا أثناء التحقيق أن المشكلة كانت إما في الطائرة أو شيئا فعله الطيارون أثناء الإقلاع، أو كان هناك مشكلة ما في الحمولة. لقد كانوا يغزلون بالتأكيد. استبعد بوب وفريقه المشاكل الميكانيكية في محركات الطائرة بسرعة. لقد تفحصناها من الداخل وقد بدت جميعها تعمل بأقصى طاقة من الفحص المرئي فحسب. بدأ الفريق البحث في العنبر المحترق للعثور على إجابات. وجدت شيئا. أثناء البحث في طبقات من الحطام المحترق اكتشف بوب شيئا صادما. قفل الحمولة هذا مفتوح. تثبت أقفال الحمولة ألواح التحميل إلى العنبر بقوة. وجدنا الكثير من أقفال الحمولة هذه مفتوحة. إذن لم تكن تثبت الحمولة. يجب أن يكون كل لوح في الحمولة مثبتا قبل الإقلاع لمنعها من الانزياح، ولكن في موقع الحطام وجد المحققون المزيد من الأقفال المفتوحة. وجدنا 60 قفلا للحمولة ونحو 57 منها كانت مفتوحة، وهذا لم يكن شيئا جيدا. كان اكتشافا مزعجا يشير إلى إمكانية انزياح الحمولة أثناء الإقلاع. انتبه، مهلا مهلا. يجب أن تكون حمولة الطائرة موضوعة بانتباه لإبقاء المقدمة والمؤخرة متوازنتين، تسمى نقطة التوازن مركز الثقل. إن مركز الثقل لطائرة ما هو نقطة نظرية تتوازن عندها الطائرة. إذا أمكنك وضع الطائرة على إصبعك فستكون المكان الذي تتوازن فيه تماما. إذا انزاح مركز الثقل خلال الرحلة فستفقد الطائرة استقرارها، وقد يصبح من المستحيل أن تحلق. من المهم أن يبقى مركز الثقل ضمن مجاله المحدد. إذا كان لديك الكثير من الألواح المنزاحة في مؤخرة الطائرة فستصبح ثقيلة الذيل، وإذا كانت في الجزء الأمامي من الطائرة فستصبح ثقيلة المقدمة. إذا انزاحت الحمولة على متن الرحلة 101 أثناء الإقلاع، ارفع المقدمة، فقد يكون التغير في مركز الثقل كارثياً. انتبه. قد تميل الطائرة نحو الأعلى بسرعة كبيرة، وعندها عليهم التصرف بسرعة أكبر كي لا تميل إلى وضع التوقف. ماذا يحدث؟ مهلا. وهذا تماما ما قال موجه النقل الجوي إنه قد رآه. بعد 4 أيام من سقوط الرحلة 101 يثق المحققون بأن انزياح الحمولة هو ما سبب التحطم. كل ما يجب فعله الآن هو تضاريس أرضية. لا، الإثبات. يحتاج المحققون إلى التأكد إن كانت الحمولة على متن رحلة فاين إير 101 غير مثبتة جيداً، وأنها أزاحت مركز ثقل الطائرة. مهلاً، مهلاً. قادنا ذلك إلى البدء بالحديث مع الأشخاص الذين وضعوا الحمولة بالفعل. اكتشف بوب أن فاين إير شريك لشركة الشحن الدومينيكية.
إيرومار. لم يكن هناك شك، ترك معظمها مفتوحاً. توقع المحققون أن يعترف المشرف بخطئه، ولكن العكس تقريباً هو ما حدث. نحن نثبت اللوحة الأول والأخيرة فحسب. بيّن المشرف للمحققين طائرة مشابهة أخرى يجري تحميلها ب18 لوحاً. نقل كل لوح إلى مكانه على سكة مثبتة على الأرضية، ومُلئت جميع فراغات العنبر إما بألواح فارغة أو محملة. إذا كانت الألواح في مقدمة ومؤخرة الطائرة ثابتة، فلا يمكن للحمولة أن تتزحزح. أظهرت السجلات أن المواضع 18 على الرحلة 101 كانت تحتوي إما على ألواح فارغة أو محملة. لا أتخيل كيف يمكن أن تكون قد انزاحت. علمنا بعدم وجود مساحة تكفي لانزياح الحمولة. تهدمت كل أركان نظرية انزياح الحمولة. يحتاج المحققون إلى وجهة نظر جديدة. إذا كانت الحمولة ثابتة، يتساءل بوب وفريقه عما إذا كان الطيارون قد أخطأوا في ضبط الطائرة بما يناسب الحمولة. هيا نبدأ. قد يكون ذلك ما سبب ميلان الطائرة نحو الأعلى وفقدانها المفاجئ للتحكم. قبل الإقلاع يضبط الطيارون ميلان الطائرة بتعديل المثبت الخلفي الأفقي. تحدد زاوية المثبت بحسب وزن الطائرة وتوازنها. الأمور جيدة في الخارج. شكرا لك. بعد حصولهم على بيانات الصندوق الأسود، يستمع المحققون إلى تسجيلات الصوت من القمرة. جرى تحديد 2.4. تأكدوا من أن الطيارة قد ضبط الطائرة بحسب الحمولة المعلنة. وماذا بشأن الميلان الشديد نحو الأعلى؟ ومرة أخرى يقف المحققون مرتبكين. إذا كان المثبت مضبوطاً بحسب الوزن والتوازن، الطاقة القصوى. يحتاج المحققون لإيجاد نظرية جديدة. هل كانت الطائرة ثقيلة جداً لتطير؟ كنا نركز كثيراً على مقدار الوزن على متن الطائرة، حيث يمكنه أن يؤثر في التحكم في ميلان هذه الطائرة. قارن بوب وفريقه وزن الحمولة مقابل تعليمات المصنع عن الوزن الأقصى. يبلغ وزن الطائرة محملة 14 طناً ونصف طن. إنها نهاية مسدودة، لم تتجاوز الطائرة الوزن المسموح به، ولكن بوب علم بوجود خلل ما. تراكمت الكثير من الأشياء الصغيرة الكافية لجعلنا نعتقد أن فاين إير ليست جيدة كما تدعي. احتاج الفريق بيأس لإيجاد دليل جديد، فبدأوا بمراجعة كل أدلتهم ومن ضمنها تسجيلات الفيديو لتحميل الطائرة. بدا كل شيء روتينيا، حتى فوجئ بوب برؤية الحمولة تخرج من الطائرة. ألقي نظرة. لديك فكرة عما يحدث؟ ولا أنا. وزيادة للغموض، كان مشرفا إيرومار وفاينير في نقاش محتدم. كان هناك شيء مفقود لم نعرف ماهيته، ولكن شيئا ما كان يحدث. يحتاج بوب إلى أن يعرف ما الأمر، لذا ذهبوا لزيارة فريق التحميل مجددا. لماذا أخرجتم هذه الألواح في اللحظة الأخيرة؟ لم تتسع الألواح. علم المحققون الآن أن اثنين من الألواح لم تتسع لهما المساحة المخصصة لهما، لأن حمولتها المغلفة سابقاً تساقطت على جانبها. لا تتسع. سئل المشرف على فاين إير كيف حل المشكلة، وصدمت طريقته المحققين. أخرج هذه الألواح كي تقدروا على دفع هذه إلى الخلف. لقد حركوا ألواحاً متعددة محملة إلى فراغات معينة لألواح فارغة. إذن فقد دفعت كل هذه الألواح إلى الخلف. أجل سيدي. ولكن المشكلة الأكبر كانت أنه لم يفكر أحد في إخبار طاقم الطائرة أن مركز الثقل قد انزاح نحو الخلف. يبدو أننا جاهزون. بالنسبة إلى المحققين، بدأ مركز ثقل الطائرة خاطئاً بدرجة خطيرة، وبدأوا ببحث نظرية جديدة. يمكنك تحريك الحمولة كيفما تشاء، ولكن يجب أن يعرف طاقم الرحلة شكلها النهائي. معرفة هذا الشكل. جرى تعيين 2.4. تسمح للطيارين بتعديل المثبت الخلفي على نحو صحيح للإقلاع. لم يكونوا واعين فحسب.
والآن على المحققين إثبات أن هذا التصرف الطائش قد تسبب بالحادث. راجعوا توزع وزن الطائرة الحقيقي. تحرك 13 إلى 14 لوحاً، وذلك يعني ما يقارب 2200 كيلوغرام إضافية إلى الخلف. أصبح تحريك ألواح ثقيلة إلى الخلف مهماً، لأنه أدى إلى انزياح مركز الثقل بعيداً جداً إلى الخلف، وقد تجاوز غالباً حد الأمان. اتجه فريق التحقيق إلى المحاكي لتنفيذ اختبارات الرحلة بالتوزيع نفسه للحمولة على الرحلة 101. حسناً، جاهز للانطلاق. أعيد تشكيل ظروف الإقلاع بأعلى دقة ممكنة. منخفض جداً، تضاريس أرضية. في النهاية استطعنا تحديد أن مركز الثقل الحقيقي للطائرة المتحطمة كان بعيداً عن الحدود الآمنة. ارتفع، ارتفع. هذا ما جعل الطائرة تميل إلى الأعلى بشدة مباشرة بعد الإقلاع. لم يكن لديهم أي فرصة. لو علم الطيارون بتغير توازن الحمولة، جرى تعيين 2.4، لتمكنوا من تعديل المثبت على نحو مناسب قبيل الإقلاع. مستعد للانطلاق؟ نعم مستعد. بدلاً من ذلك، الرحلة 101 مهلاً متجهة لكارثة. ماذا يحدث؟ ارتفع، انتبه. منخفض جداً. لا، إن نتائج المجلس الوطني لسلامة النقل هي دعوة للانتباه لخدمة الشحن في جنوب فلوريدا. أمرت فاين آير بأن تحسن آلية الإشراف على تحميل حمولاتها. الوزن والتوازن أمور غاية في الأهمية عند الطيران، لدرجة أن دروس المستقاة من حادثة فاين آير يجب أن تنتشر في القطاع، ولكنها لم تنتشر. من المدهش استمرار ذلك في الحدوث لأنه ليس لغزاً. لقد وجدنا الحل بالفعل، نعرف ما يجب أن نفعل، لكننا لا نفعل ذلك ببساطة. في كارولينا الشمالية بعد 6.5 عام فحسب، تحطمت طائرة ركاب غير متوازنة. هل سيطرت عليها؟ أنا أحاول. وكشف المحققون كيف أزهقت حمولة خطيرة أخرى أرواح جميع الركاب. ارتفع. الثامن من يناير عام 2003، مطار تشارلوت دوغلاس الدولي. أتت الكابتن كيتي ليزلي إلى العمل باكراً، البالغة من العمر 25 عاماً. هذه الفتاة من تكساس هي إحدى أصغر طياري الرحلات في شركتها. انتباه سيداتي وسادتي، النداء الأخير لإير ميدويست. تدير إير ميدويست خدمة نقل ركاب مزدحمة من المطار. اليوم تقود الكابتن ليزلي طائرة بيتشكرافت 1900 دي في رحلة قصيرة لنصف ساعة إلى مطار غرينفيل سبارتنبرغ. في الثامنة صباحاً صعد 19 راكباً إلى متن الطائرة. وفي تلك الأثناء، كجزء من التفقد المعتاد قبل الإقلاع، يحسب الطاقم وزن كل الأمتعة والركاب والوقود على متن الطائرة. إذن لدينا حمولة كاملة في الخلف؟ يمكن عد 19 شخصاً في الخلف. رائع، 7719. 7756 هو وزن. أجل، حدنا الأقصى. إذن نحن في أمان. أجل. صباح الخير، أهلا بكم إلى متن خدمة US Airways السريعة إلى غرينفيل سبارتنبرغ. إنها رحلة قصيرة جدا. جاهزان للإقلاع، تسير الطائرة إلى المدرج. إلى Air Midwest 54.81. انعطفوا يميناً بوجهة 2.3.0. يسمح لكم بالإقلاع. 80 عقدة، تأكيد ثنائي. بالنسبة إلى التحكم الجوي، كان انطلاق الإقلاع للرحلة 54.81 طبيعياً جداً. ارفع العجلات. ماذا؟ لا، من دون تحذير ترتفع مقدمة الطائرة للأعلى بشدة. انزل
المقدمة، لدينا حالة طارئة على إير ميدويست 54-81. توقفت الطائرة وانقلبت إلى اليسار وبدأت بالسقوط من السماء. تحاول الكابتن ليزلي جعل الطائرة ترتفع. ارتفع. ولكنها تأخرت. اندفعت الطائرة باتجاه عنبر اليو اس ايرويز، يعمل فيه مئات الأشخاص. قسم الإطفاء. قسم الطوارئ. هناك طائرة متحطمة. أجل، في صيانة يو اس اير. إنها خسارة كلية. جميع الركاب 21 ومن ضمنهم الطاقم قد ماتوا. على نحو مدهش أصيب شخص واحد على الأرض في الكارثة. تقع المسؤولية على المحققة الرئيسية للمجلس الوطني لسلامة النقل لوريندا وورد لمعرفة ما حدث للطائرة. بسبب الحريق التالي للحادث، عندما ذهبت إليه في البداية كان من الصعب معرفة وجود طائرة تستطيع أن تحمل 21 شخصاً. خلال ساعات من الحادث وجد المحققون الصناديق السود من البقايا المتفحمة للرحلة 54-81. أثناء انتظارهم لتحميل بيانات الصندوق الأسود بدأوا بالحديث مع العمال على أرض المطار. هل لاحظت شيئاً غريباً قبل الإقلاع؟ حسناً، كانت منخفضة أثناء سيرها إلى المدرج، بدت ثقيلة. وجدنا شاهدين يتحدثان عن أن الطائرة كانت ثقيلة جداً. لكل طائرة وزن أقصى يمكنها تحمله لكي تستطيع محركاتها الارتفاع بها عن الأرض. قبل الإقلاع يتعين على الطيارين أن يحسبوا الوزن على متنها. إذن لدينا حمولة كاملة في الخلف؟ يمكن عد 19 شخصاً. عندما راجع المحققون تسجيلات القمرة الصوتية حصلوا على تأكيد بأن طاقم الرحلة 54-81 7-7-19 أجروا تلك الحسابات. إذن نحن جاهزون؟ أجل. على أي طائرة كبيرة كانت أم صغيرة يجب توزيع الحمولة والركاب بتساوٍ، ويعمل الطيارون مع فريق التحميل لمراقبة وزن الحمولة وتوازنها. لا نعتقد أننا سنخرج شيئاً من الطائرة. درب طيارو إير ميدويست على الحسابات باستخدام أوزان قياسية 79 كيلوغراماً لكل راكب و9 كيلوغرامات لكل حقيبة. بسبب استعمال أوزان قياسية وحسابات عادية أظهرت السجلات أنهم ضمن المجال الذي يحتاجونه للإقلاع. ثلاثة. ولكن وورد تحتاج إلى أن تعرف إذا كانت الطائرة حقاً ضمن حدود الوزن والتوازن الطبيعية. كان ما فعلناه هو إيجاد الأوزان الحقيقية للأمتعة ثم وزن الركاب والطاقم. أيمكنك أخباري عن آخر وزن مسجل لمريضك؟ علمت وورد أن أغلب الركاب الآن أثقل من الوزن القياسي الذي يعتمده الطيارون منذ عقود. وعندما تحسب كل الأرقام 96. اكتشفت وورد أن وزن الرحلة 54-81 الحقيقي كان 8028 كيلوغراماً، أي نحو 260 كيلوغراماً أكثر من الوزن الأقصى للإقلاع. لم يكونوا ليقلعوا لو استعملوا الأوزان الحقيقية، كانوا سيضطرون لإخراج إما بعض المسافرين أو الحقائب. جعل الوزن الإضافي الطائرة ثقيلة الذيل ومركز ثقلها بعيداً إلى الخلف. ارفع العجلات. يفسر هذا الاكتشاف ميلان الطائرة المفاجئة نحو الأعلى، ولكن بيانات الرحلة كشفت أن الميلان كان بزاوية يمكن للطيارين التصحيح منها، ولكن بالنسبة إلى وورد هناك خلل ما. تحتاج إلى أن تعرف ما العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا التحطم الكارثي. يحتاج المحققون لفهم سبب عجز طياري رحلة يو اس ايرويز 54-81 عن استعادة السيطرة عندما مالت طائرتهم بشدة نحو الأعلى. خلال البحث في الحطام في موقع الحادث استطاعوا اكتشاف شيء مهم: البقايا الممزقة لأسلاك التحكم في الرافع الأساسية للتحكم في التحليق. بدت غير طبيعية، لم تكن في الوضع الطبيعي الذي تجده عادة. في حالتنا هذه كان أحدها معدلاً إلى الخارج والآخر معدلاً إلى الداخل تماماً.
كان وضع أسلاك الارتفاع يدعو للانتباه. تصل هذه الأسلاك عتلات تحكم الطيارين برافع التحليق، وهو لويحة هوائية تساعد الطيارين على الارتفاع والانخفاض. تعتقد وورد الآن أن قدرة الطيارين على التحكم في الميلان كانت متضررة بشدة، ولكنها لا تعلم السبب. بدأ المحققون المحتارون في البحث في سجلات صيانة الطائرة والحديث مع ميكانيكييها. ما وجدوه كان في لب الأسباب. عندما تضبط دبوس التثبيت، عد الأسطوانات القفل لزيادة التوتر في السلك. حسناً. في الأيام السابقة للحادث، خلال صيانة أسلاك رافع الطائرة، فهمت. تجاوز الميكانيكيون المتدربون بعض الخطوات الأساسية. ماذا بشأن الخطوات الأخرى؟ أجل، لا تقلق بشأنها. جعل تجاوز خطوات حاسمة، ساعدني، أسلاك الرافع غير متناسبة. يا للهول. وأصاب جهود الطيارين بتعديل الميلان بالشلل. فقدوا القدرة على التحكم في الطائرة. يا للهول. لم يكن الرافع يمتلك مجالاً كافياً لتخفيض مقدمة الطائرة. ادفع المقدمة للأسفل. لدينا حالة طارئة على إير ميدويست 54-81. التحذير 3، تأهب المدرج 180. في تقريرها، خلصت وورد إلى أن الرحلة 54-81 قبل إقلاعها كانت تحمل 260 كيلوغراماً فوق طاقتها وثقيلة الذيل نسبياً. ثم أدت الصيانة المهملة إلى فقدان الطيارين التحكم الكافي في الرافع لمكافحة المشكلة. كانت الطائرة ذات الحمولة الخطرة محتومة السقوط منذ لحظة إقلاعها. لم يعرفا بهذين العطلين المتأخرين الخفيين اللذين كانا في الانتظار. أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل الحاجة للمزيد من الصيانة الدقيقة المراقبة للطائرات الصغيرة. أظهر تحقيق وورد كشفاً صادماً بأن حسابات الأوزان المعتادة تضع الركاب في خطر، وتنصح بأن تراجع وكالة الطيران الفيدرالية كيفية حساب أوزان الركاب وأمتعتهم. عندما ترى حادثاً يتعلق بعدم توازن الحمولة فهو خطأ النظام. لدينا المعرفة الكافية لتحميل الطائرات بأمان. إنه نوع مألوف من الحوادث، وهو أسوأ الأنواع بالنسبة إلى المحققين. مطار باغرام في الشمال الشرقي من أفغانستان. تعج القاعدة العسكرية الأمريكية بالنشاط بفضل حركة الجنود والأسلحة والآليات الثقيلة المتحركة باستمرار. مطار باغرام، أيساف 95 ألفا كيبيك، جاهزة للسير. طاقم رحلة ناشونال إيرلاينز 102 ينقل حمولة في بوينغ 747 معدلة. يتصاعد الهواء من هنا. أجل، هذا مؤكد. إنهم في الجزء الأخير من مناوبة مرهقة. بعد التحليق من شاترو فرنسا إلى كامب باستيون، حيث حملوا تقريباً 94 طناً من المعدات، كانت رحلة قصيرة إلى باغرام. وفور تزويد الطائرة بالوقود سيحلقون لمدة 2.5 ساعة إلى دبي. الكابتن براد هاسلر عائد إلى الديار إلى زوجته الحامل، وبجانبه المساعد الأول جيمي بروكو، والكابتن الإضافي جيريمي ليبكا في المقعد الإضافي. هل شيتس في الخلف؟ لم أره، أتمنى أن يكون في الخلف. أجل، إنه في الخلف. يجلس في كابينة خلف القمرة مسؤول الحمولة مايكل شيتس برفقة 3 أعضاء آخرين في الطاقم. يتأكد مسؤول الحمولة مجددا من أن حمولة الطائرة مثبتة جيدا وجاهزة للتحليق. في الساعة 3:25 عصرا سمح للطاقم بالإقلاع. إلى 95 ألف كيبيك، المدرج الثالث، مسافة كاملة. استعدوا للانطلاق. في اللحظة نفسها يعود الصحفي الحربي ستيفن هارتوف إلى القاعدة بعد عمل يوم في التقاط الصور لمجلة. رأيت إلى يسار العربة طائرة بيضاء وبنفسجية، وأتذكر أنني فكرت في أنها طائرة جميلة لأنها بدت جديدة. السرعة الحرجة، ارفع المقدمة. نرتفع جيدا. ماذا يحدث للطائرة؟
بدت كأنها تهتز في الهواء، وفورا قلت لصديقي: ماذا يحدث لتلك الطائرة؟ أتتعرض لإطلاق نار؟ أبقي انتباهك على ذلك. فقدت السيطرة على الطائرة فجأة. اخفض المقدمة. أنا أحاول، لكن المقدمة لم تنخفض. طائرتي. إذا لم يتمكنوا من خفض المقدمة بسرعة فسوف تتوقف الطائرة. للحظة تعلقوا في الهواء ثابتين. وعندها بدت الطائرة كأنها تميل باتجاهنا. أوقف السيارة، والآن نراقب طائرة 747 كبيرة آتية باتجاهنا. سقطت طائرة الشحن 747 من السماء الأفغانية، وبحركة بطيئة اتجهت مباشرة للأسفل واصطدمت بالأرض. ظهرت سحابة فطرية مثل قنبلة نووية صغيرة. كان انفجارا ضخما. تزلزلت القاعدة بأكملها تحت أقدامنا. تفتتت رحلة ناشونال إيرلاينز 102. إنه أسوأ حادث جوي في التاريخ في مطار باغرام. بأعجوبة لم يصب أحد على الأرض بأذى، ولكن طاقم الرحلة بأكمله قد مات. كانت رؤية أولئك الأشخاص يموتون صعبة. في خضم التكهنات بهجوم إرهابي، طلب من المجلس الوطني للنقل أن يقود التحقيق. كان التحقيق مختلفاً جداً، لأننا كنا ذاهبين إلى منطقة حربية. فور وصولنا إلى هناك جرى تسليمنا سترات مضادة للرصاص وخوذا من الكيفلار لارتدائها. ماذا لديكم من أجلي؟ على المجلس الوطني لسلامة النقل أن يعمل مع الجيش. أظهر البحث في موقع الحادث الصناديق السود مسبقاً، ولكن لا يتوافر المزيد للمحققين ليبحثوا من خلاله. ما عدا جزءا من الذيل، أحرقت النيران معظم الطائرة. بعيد بدء الفريق البحث في الحطام، ظهر فيديو للحادث على الإنترنت. يا للهول، ها هو. لقد كشف دليلا مهما متعلقا بارتفاع الطائرة الغريب وسقوطها. تبدو كمشكلة في عنبر الحمولة. توحي حركة الطائرة في الفيديو بأنها كانت غير متوازنة. كانت بعض الأسئلة الأولية: ماذا كانت حمولة الطائرة؟ كم كان يبلغ وزنها؟ بفحص لائحة الحمولة اكتشف المحققون أن الطائرة كانت تحمل شحنة غريبة، 5 عربات مصفحة تسمى أمرابس أو عربات مضادة للألغام ومحمية من الكمائن. تزن كل من هذه العربات الكبيرة الشديدة التصفيح بين 11 وأكثر من 16 طناً. كانت كل آلية مربوطة إلى لوح مبني خصيصاً لها ومثبتة بأربطة إلى سطح العنبر عبر طاقم التحميل. كانت الحمولة في هذه الحالة بالتحديد ثقيلة جداً. كانت أول مرة يشحنون 5 عربات بهذا الوزن. حسب المحققون وزن الحمولة على الطائرة بدقة. إن وزن الإقلاع الأقصى هو 395,000 كيلوغرام تقريباً، ولدينا 94,000 كيلوغرام إضافة إلى الوقود. علموا أنه برغم الحمولة الثقيلة ووزن الوقود لم تتجاوز الطائرة حدها. لم يكن الوزن المشكلة، ولكن ليس وزن الحمولة وحده هو ما يتعين على المحققين تحليله. قد يكون توازن الحمل هو المشكلة. أحضر المخططات واملؤوها بالحمولة. بعد بعض الحسابات وجد المحققون الجواب. كان بإمكان الطائرة أن تحمل الوزن كما كانت موضوعة ضمن مركز ثقلها. إنها نهاية مسدودة. بدأ المحققون باستكشاف نظرية جديدة. حتى لو كانت الحمولة متوازنة قبل الإقلاع، فمن الممكن أن تكون قد انزاحت عند ارتفاع الطائرة عن الأرض. انصب التركيز الآن على آلية التحميل، وبالتحديد هل كانت العربات مثبتة بإحكام على يد مسؤول التحميل وطاقمه؟ قدت الكثير من رحلات نقل القوات الجوية الأمريكية في الكثير من السنين. كنا نعتمد على نحو مطلق على مسؤولي التحميل لضبطها على نحو صحيح،
كانوا قادرين على قتلنا لو وضعوا الحمولة في المكان الخاطئ. درس المحققون الدليل الذي يعتمده مسؤول التحميل لحساب كمية الأربطة النايلونية القوية اللازمة لتثبيت العربات. بدت طريقته في حساب هذه الأرقام منطقية بالنسبة إلي، ولكن غموض التحقيق ازداد بسبب ذلك. إذا كانت الطائرة بحمل مناسب ومثبت ومتوازن وملتزم بمعايير الشركة، فما الذي يمكن أن يسبب الحادث غير ذلك؟ أمل المحققون اليائسون لإيجاد نظرية جديدة أن تدلهم البيانات المستعادة من صناديق الطائرة السوداء إلى سبب هذا التحطم الكارثي. تسجل أجهزة الطائرة أداء الرافع والجنيحات والتحكم في الميلان. هل وصلتك القراءات؟ كنا نأمل أن نحصل على معلومات جيدة من التسجيلات تساعدنا على شرح سبب تحطم الطائرة. شكرا لك. ولكن الفريق تعرض لمشكلة أخرى. توقف مسجل القمرة عن العمل بعد ثوان متعددة من الإقلاع. أحضر تسجيل القمرة الصوتي، استعد. لحسن الحظ كان يسجل طيلة ساعة انتظار الطاقم على أرض المطار. ما هي مشكلتك يا براد؟ ما هي؟ يبدو أن المساعد الأول يرى الكابتن شيئا. أحد الأربطة ممزق، أوقفه هنا. يشير التسجيل الصوتي إلى أن المساعد الأول وجد رباطا ممزقا داخل عنبر الحمولة. تحركت العربة؟ أجل، لقد شددت الأربطة فحسب. يا للهول، هل تحركت إحدى تلك العربات حقا؟ إذن من تلك المعلومات علمنا أنهم عانوا من انزياح في الحمولة عندما أتوا وهبطوا، وكان ذلك مهما جدا لنا في التحقيق. يتساءل الفريق الآن إن كان مسؤول التحميل قد ثبت العربات جيدا. كم تحركت؟ سنتيمترات متعددة؟ أجل، لأنها من النايلون. إنهم لا يدركون مدى أهمية ذلك. إذا تحركت تلك الحمولة أثناء ارتفاع المقدمة فسينتهي الأمر بمشكلة في الميلان. غير هذا الاكتشاف وجه التحقيق. هل انزاحت العربات بعد الإقلاع؟ اخفض المقدمة، أنا أحاول. وجعلت الطائرة غير متوازنة على نحو خطر؟ بحثاً عن أدلة على انزياح حمولة رحلة ناشونال إيرلاينز 102 بعد الإقلاع، ألقي نظرة. بحث المحققون على نحو أدق في حطام مؤخرة الطائرة. رائع. ما أصبح واضحاً هو أن هيكل العربة الخلفية قد اصطدم بحاجز الضغط الخلفي وحطم ذلك الحاجز، كما أن صندوق الهوائي المعدني من مؤخرة العربة ذاتها يقدم دليلاً كبيراً آخر. انظر إلى ذلك، انتقال الطلاء. أتى الطلاء البرتقالي على الصندوق من مسجل الرحلة. تبدو كضربة مباشرة. تقع مسجلات الرحلة في مؤخرة الطائرة لتصطدم بهم على العربة أن تتحرك لمسافة 3.5 أمتار على الأقل. تقع أجهزة تسجيل الأجهزة والقمرة على ارتفاع 264 سنتيمترا من أرضية الطائرة، وهو الارتفاع نفسه لصندوق الهوائي من مؤخرة العربة. والآن قد بدأنا برؤية تسلسل أحداث بأن هذه العربة قد تحركت باتجاه الذيل. هل يمكن لانزياح الحمولة أن يسقط هذه الطائرة العملاقة؟ لمعرفة ذلك ألقى المحققون نظرة أخرى على بعض القطع المستعادة من الحطام، ومن ضمنها المثبت الأفقي من مؤخرة الطائرة. إن المثبت الأفقي هو سطح تحكم كبير يعدل ميلان الطائرة أثناء التحليق. يتحكم فيه رافع لولبي يرفع ويخفض حافات المثبت استجابة لأوامر الطيار. ما فوجئنا بإيجاده هو أن الرافع اللولبي كان قد دفع للخلف وسقط من الطائرة. من دون الرافع اللولبي لن يستطيع الطيارون التحكم في المثبت الأفقي، ومن ثم يفقدون القدرة على موازنة الطائرة. أنا أستغرب. السؤال الآن هو هل وقع الرافع اللولبي قبل الحادث أم بسببه؟ أظهرت التحليلات أنه سقط في اتجاه يعاكس اتجاه سقوطه عند الاصطدام. في هذه النقطة تماماً. يتساءل المحققون ما الذي يمكن أن يتسبب بإسقاط الرافع اللولبي. يبدأون بأخذ قياسات دقيقة ويصلون إلى اكتشاف مهم. ضربة مباشرة. تمكنت من معرفة أن صادم العربة يوازي تماماً محرك الرافع اللولبي في المنطقة التي سقط منها في أسفل بدن الطائرة.
تظهر النتائج شكوكاً واضحة. حسناً، فلنشغله. ووفقاً لهذا الدليل الجديد، توصل المحققون أخيراً لنظرية عليهم إثباتها. عندما بدأت الطائرة بانطلاقة الإقلاع، أثر وزن العربات في الرباط النايلوني. انفكت عربة تزن أكثر من 16 طناً واندفعت باتجاه مؤخرة الطائرة. اصطدمت بالرافع اللولبي الخلفي، مدمرة تحكم الطيارين بالمثبت الأفقي، جاعلة الطائرة غير قادرة على الطيران. بالعودة إلى العاصمة واشنطن، جرى اختبار تلك النظرية باستخدام محاكاة دقيقة. عربة ثقيلة في الخلف، ورافعان ساقطان. هذا يفقد السيطرة على الطائرة. توصل المحققون أخيراً إلى أن اصطدام العربة بالرافع اللولبي شل الطائرة. أبق انتباهك على ذلك. إذا فقدت الذيل الأفقي فلن تتمكن من التحكم في الطائرة والميلان. لم يكن ممكناً السيطرة على هذه الحادثة. على خلفية هذا الحادث، يوجه المجلس الوطني لسلامة النقل بشهادة إلزامية لجميع الأفراد العاملين في مجال التحميل، توجيه من شأنه أن يوحد إجراءاتهم وتدريبهم ومقدار عملهم. نظرت الشركة إلى سعة الطائرة وظنت أن بإمكانها وضع 5 عربات ثقيلة فيها من دون التفكير في وزنها فقط، بل في كيفية تثبيتها بإحكام وأمان أيضاً. يظهر التاريخ أن الطائرات التي تحلق بأحمال خطرة دائماً ما تصارع الكوارث، ولكنها مخاطر تحليق يمكن منعها تماماً. لا يمكن الوثوق بالوزن والتوازن دائماً. هناك حالة طارئة على إير ميدوست 54-81. نحن نسعى إلى تلافي الحوادث برمتها، لا يمكن للبشر تحقيق ذلك، لكن البشر بمساعدة الأنظمة والاحتياطات يمكنهم ذلك. هذا ما يؤمن الطيران عندما يكون آمناً، وهذا ما يفسده.